ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يتكلم الله تبارك وتعالى في هذه الآية عن الحكمة من خلق الجن والإنس. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي يوحدون، يعني ما خلق الله تبارك وتعالى الجن والإنس إلا أن يوحدوا الله جل وعلا. لذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأرسل الله عز وجل كل الرسل عليهم الصلاة والسلام لدعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونهيهم عن الشرك بالله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالله تبارك وتعالى يريد منا أن نعبده جل وعلا ولا نشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا وليا صالح، يعبد مع الله تبارك وتعالى، يدعى معه جل وعلا، ويتوكل عليه من دون الله تبارك وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في المشركين كانوا يعبدون الأولياء مع الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. دير المشركين الزمان والهسة برضو، الذين اتخذوا من دونه أي من دون الله تبارك وتعالى أولياء. والشرك في الأمم كلها كان بسبب عبادة وتعظيم الأولياء من دون الله تبارك وتعالى. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كانوا يعبدون الأولياء اللات والعزى، ومن قبلهم قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء كانوا رجال صالحين ولكن عبدوا مع الله تبارك وتعالى. كانوا يدعونهم من دون الله عز وجل، ويتوكلون عليهم من دون الله تبارك وتعالى، ويذبحون لهم من دون الله عز وجل. وهذا هو الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، عندما تصرف العبادة لغير الله جل وعلا فقد صرت مشركا بالله عز وجل، وإن صليت وصمت
الليلة في واحد يجيك ويقول لك شرك ده ما في شرك، شرك انتهى زمان، الشرك انتهى زمان. وفي نفس الوقت تلقى اللي بيقول لك الشرك انتهى وذاته طلعت من المسجد ينده في الأولياء، ينده في الأولياء يا الولي فلان ويا وده الشرك ذاته. الحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، والحذر منه القرآن. ربنا تبارك وتعالى قال: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فالله عز وجل يريد من الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ربنا تبارك وتعالى قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والدعاء عبادة من العبادات، ولا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا دعا الإنسان غير الله عز وجل، لو دعيت الرسول عليه الصلاة والسلام أو أي نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوته من دون الله عز وجل، فقد أشركت بالله تبارك وتعالى. خليك من تجي تندالك صالح، ده لو هو بقى صالح أصلا ماسك ليهم في ماسكين في ناس ميتين موتى موتى الآن يعبدوا من دون الله تبارك وتعالى، يدعوا من دون الله عز وجل. يا الحسن من المحن، ويا ود بدر من الفقر، ويا ما عارف ليك من العوارض. أي زول وأي حلة مهمتها وأي قرية عندهم زول ينده من دون الله تبارك وتعالى. لماذا لا يتوجه هؤلاء الخلق بالعبادة لله تبارك وتعالى؟ الله ما بيديك؟ ربنا تبارك وتعالى ما بيستجيب؟ ربنا عز وجل دعوته ولم يستجب لك؟ قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس رضي الله عنه: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أنا ما أعرف الناس ليه تترك ربنا تبارك وتعالى وتتوجه إلى خلق الله عز وجل. عباد ضعفاء فقراء وموتى. ربنا عز وجل قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. عباد لله عز وجل يعبدوا من دون الله تبارك وتعالى. ومن المسلمين أو ممن يزعم أنه من المسلمين ممن يؤصل لهذا الشرك وهذا الكفر بالله تبارك وتعالى، دعاة الآن، دعاة متخصصين يعلموا الناس كيف يكفروا بالله عز وجل، وكيف تمشي الطوف الشكينيبة، وكيف تمشي تطوف بالزريبة، وكيف تتبرك بالتراب، تراب تتبرك بالتراب بتاع القبر، وكيف تدعو غير الله تبارك وتعالى. دعاة الآن شغالين في الشغلة دي، تفتح التلفزيون تلقاهم شغالين، تفتح الراديو تلقاهم شغالين. وانت تجي تتكلم في منبر في مسجد واحد من آلاف المساجد في السودان، وبعد في ناس زعلانين. زعلان ليه؟ زعلان مالك؟ ده في التلفزيون شغال محمد المنتصر الإزيرق الصوفي. يجوز تنادي الشيخ من دون الله، يجوز تتوكل على الشيخ من دون الله، يجوز تسجد للشيخ من دون الله. الشيخ يخلق مع الله تبارك وتعالى، يخلق مع الله عز وجل، ده يسكت عنه؟ ديل الآن شغالين يصلوا لهذا المنهج الذي حاربه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تعلم تماما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في مثل هؤلاء ناس كانوا متفرقين، منهم من يعبد الملائكة
ومنهم من يعبد الجن ومنهم من يعبد الأولياء ومنهم من يعبد ومنهم من يعبد. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركوا معبوداتهم بالباطل وأن يعبدوا الله تبارك وتعالى المستحق للعبادة. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الله تبارك وتعالى أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام من لدن نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة، دعوة التوحيد. ولأن الله عز وجل قال: وما يؤمن أكثرهم بالله، أي أكثر الناس بالله، إلا وهم مشركون، ولا يزال هذا الشرك باق إلى أن تقوم الساعة. ولذلك يجب على الناس أن يوحدوا الله عز وجل، وأن يدعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وأن يحاربوا الشرك ومن يدعو الناس إلى الشرك بالله عز وجل في المنابر وفي أي مكان يتمكن فيه الإنسان من أن يحارب المشركين ودعاتهم فعليه بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام ودعا، وحتى طرد من بلده مكة وهاجر إلى المدينة بسبب دعوته إلى هذا التوحيد، أن يعبد الله تبارك وتعالى ولا يشرك به شيئا. وكذلك الأنبياء من قبله عليهم الصلاة والسلام، وكذلك السلف الصالح كانوا يدعون إلى هذا التوحيد. لذلك قال بعض العلماء رحمهم الله عز وجل، وهو الحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله عز وجل، يتكلم عما يحصل في هذا الزمان من الشرك بالله عز وجل، قال: ومن على القبر سراجا أو قدا، أو ابتنى على الضريح مسجدا، فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار عن ذا ولعن. يتكلم عن الجباب والأضرحة، الجبب الآن الموجودة في البلد دي. ومن على القبر سراجا أو قدا، أو ابتنى على الضريح مسجدا، فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، كم حذر المختار أي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شرار الخلق عند الله من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قال: كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. وللخناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات، والتمسوا الحاجات في موتاهم، واتخذوا إلههم هواهم. الحاجات الآن تطلب من الموتى ولا تطلب من الحي القيوم الذي لا يموت ولا تأخذه سنة ولا نوم، تطلب من الموتى من دون الله عز وجل، من الأولياء زعما منهم، وهم ليسوا بأولياء وليسوا بصالحين أبدا، كلهم ليسوا بصالحين وليسوا بأولياء. هؤلاء الآن الذين تبنى عليهم القباب وتبنى عليهم الأضرحة، وكل الأضرحة القاعدة في البلد كلها كلها بالاسم، لو دار أسميها لك بالواحد انت، كلها باطل، وكل من يطوف بها على باطل، وكل من يؤصل لذلك على باطل. وده دين المشركين الزمان، ده ما دين النبي عليه الصلاة والسلام ولا دين الإسلام
الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لا في القرآن ولا في السنة. تبني قبة، تبني ضريح، الناس تجي تطوف بالقبة وتدفع بياض عشان تخش تشيل لك تراب. المرعيانة بودوها دكتور ولا بشيل لها تراب؟ المرعيانة بودوها دكتور ده يشيل لها تراب. الولد ممتحن يشيل القلم يودي للفكية عزم له. الغنماية راحت يمشي للفكية دي بياض يجيبها له. أي حاجة الشيخ الله ما بيمشي له كلكم. انت لا يلجأ لله تبارك وتعالى أبدا. انت ود دين المشركين، بل المشركين قد يكونوا أفضل من هذا النوع. النوع انت اللي من تضيق به والحال يندها الشيوخ ويندها الفقراء، ده أبو جهل أحسن منه. أفهم الكلام ده كويس؟ لمن تضيق به والحال يقول لك إنا بخطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل قطب الوصال الكردفاني. ده في كردفان مدفون عنده 200 سنة وزيادة. قال لك لو جاتك مصيبة تنده طوالي إسماعيل، طوالي انت وربنا تبارك وتعالى قال لك اندهني أنا، ناديني أنا. ربنا عز وجل قال أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله. ده قال لك لو جاتك مصيبة تنده إسماعيل الولي. انت أبو جهل لو جاته مصيبة ما بينده إسماعيل الولي، بينده ربنا تبارك وتعالى. أبو جهل يبقى أحسن منك انت ده، ومسلم وجاي الجامع وطالع من الجامع وضبحت في العيد ضابح ليك وطيتك. انت ابو جهل يبقى احسن منك في الحته دي. ربنا عز وجل قال واذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. ديلك كان يشركوا بالله عز وجل في الرخاء، لكن لمن يكون في مصيبه وفي شده كانوا يوحدوا الله تبارك وتعالى. وبعد ده مشركين، بعد ده مشركين، مع انهم يدعو الله عز وجل في الشده ويشركوا بالله تبارك وتعالى في الرخاء مشركين. انت الليله تشرك بالله عز وجل في الشده وفي الرخاء وداري خلوك؟ داري خلوك؟ ليه؟ ما بنخليك باذن الله تبارك وتعالى. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وقوموا الى الصلاه يرحمكم الله. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.